داخل بوابات جهاز الانطلاق، فتحت البوابات إذن وانطلق التنافس ما بين الجهد والأفراس المنتجة محليا عمره 3 سنوات التي لم تكسب في مشاركاتها السابقة، متنافس على جائزة عبد الله بن محمد الجطيلي يرحم الله من أهل عنيزة واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز على مسافة 2000 متر الميل وربع الميل. مشاهدين الكرام، الانطلاقة تبدأ من نمر الشول في المركز الأول من الخارج ومن الداخل، هناك أشاهد هميلع في المركز الثاني، وفي المركز الثالث أشاهد رافيا. مشاهدين الكرام، مع انطلاقة هذا الشوط كذلك جبران يحاول الوصول للمركز الرابع في هذه الأثناء، وهناك محاولات أيضا من إقليم في المركز الخامس يتراجع للسادس ويتقدم المجدي للمركز الخامس. نشاهدين من الخارج في هذه الأثناء مع تقدم لملهمة للمركز السادس، وأشاهد مشاهدينا نمر الشول يتقدم من الخارج، هناك محاولات أيضا من هميلة وكذلك المحاولات موجودة من قبل رافيا في المركز الثالث وأيضا جبران في المركز الرابع يتراجع للخامس ليتقدم للرابع المجدي ابن الموشح، يتقدم للثالث، يتقدم شيئا فشين مع تقدم هميل على المركز الأول، وابن الموشح المجدي من الخارج يتقدم للمركز الثاني ليتراجع نمر الشول للمركز الثالث. محاولات إذن مشاهدين الكرام من المجدي من الخارج مع الاقتراب من الدخول للخط المستقيم باتجاه خط النهاية، المجدي من الخارج وأشاهد كذلك منافسة قوية من قبل رافيا التي حققت المركز الثاني في آخر مشاركاتها، المجدي يدخل أولا في هذه المنافسة، يتقدم المجدي ومن الداخل هميلع يتقدم من جانب الدربزين، إذن يتقدم المجدي من الخارج ابن الموشح، ومحاولات من الخارج من رافيا المتقدمة للمركز الثاني، المجدي الحصان الأزرق ابن الموشح المعروف في كنت يحقق الفوز الأول في سجله السباقي من ثاني مشاركاته في سباقات المصيف. ألف مبروك المجدي الحصان الأزرق.